السلام عليكم. أنا عندي استفسار بس ممكن كتاب الرسالة الثانية. طيب أنا واحد من الناس برضو قريت للأستاذ محمود محمد طه كثير يعني تمام، والشي اللي لاحظته إنه المتحدث قال محمود محمد طه هو اللي جاب الرسالة الثانية من الإسلام، فأنا ده رزال يعني إذا المتحدث راجع الكتاب ده كويس. وهنا في صفحة 17 محمود محمد طه تقريبا أي كاتب يجب أن يكون واضحا، فإن جبريل إنما وقف في أسئلتي عند نهاية درجة العقيدة لأنه جاء ليبين للأمة المؤمنة دينها ولم يجي ليبين للأمة المسلمة التي لم تأتي بعد. طيب قال إن محمدا رسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية، يعني كلام المتحدث غلط، يعني زول قاعد يتكلم كلام غلط وقاعد يتكلم كلام بر الكتاب، لأنه سيد الكتاب قال الرسالة الأولى نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة الثانية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال نزلت علي أنا محمود محمد طه. كويس، فده كلام غلط ويا ريت توضح وتعتذر، يعني لأنه يعني من جانب الأمانة الأكاديمية إنك تذكر النصوص اللي جات في الكتاب، ما تجيب كلام من برا راسك. والزول ده قال الرسالة الأولى نزلت على محمد والرسالة الثانية نزلت على محمد، فبالتالي لما أنت تجي تقول هو قال، يعني أنا عندي نسخة ثانية من الإسلام كويس اللي هي الرسالة الثانية من الإسلام، وفي كلام كثير طبعا عن الأستاذ محمود محمد طه، وأنا شخصيا يعني كنت بسمع الكلام ومشيت أرجع عشان أشوف هل الكلام ده صح ولا غلط، ورجعت ولقيت كلام فوقه كفر يعني. كويس، بالنسبة لموضوع صلاة الأصالة أنا برضو كان في لبس يعني كويس، مشيت استفسرت عن صلاة الأصالة وقالوا يا أخي صلاة الأصالة دي طيب عشان نوضح صلاة الأصالة وضحها في الكتاب تقريبا بتاع الكتاب بتاع صلوا رسالة الصلاة تمام. وعلى حسب علمي برضو يعني محمود محمد طه كان قاعد يصلي، وهو يعني لا من ويا ريت يعني الناس شنو تجيب المقاطع كاملة. أنا الحلقة دي حاضرة، ممكن الناس ترجع برضو في الموقع بتاع قناة الشروع تحضر الحلقة دي كاملة، يعني في كلام كثير مقطع. كويس، صلاة الأصالة ده موضوع يخص محمود محمد طه، بالنسبة لي ده موضوع ما مهم. كويس، ده موضوع يخصه، لكن كونك انت تجي تتهم اتهامات باطلة وتقول كلام هو ما في موضوع، يعني ده كلام ما كويس افتكر. كويس، لأنه زول ده كان قال أنا قاعد أصلي، وعنده كتاب اسمه لا إله إلا الله، ممكن الناس ترجع له، عنده كتاب اسمه رسالة الصلاة، عنده كتاب اسمه الإسلام برسالته الأولى لا يصلح الإنسانية القرن 21، برضو ده حصل فيه تشويه للفكرة. كويس، وبيقول لك إنه هو قال ما بيصلح، قام جاب رسالة ثانية، الرسالة الثانية اللي هو شنو قدامنا هنديلا، والرسالة الثانية هو بيقول هي شنو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الجمهورين يا بيقولوا الكلام ده تمام، الناس ما تتكلم ساي، دي سنة النبي، الرسالة الثانية دي هي سنة النبي. كويس، الناس برضو زجع لي كتاب الرسالة الثانية ده، وتشوف يعني ما المواضيع ما تكبخم، للجمهورين يخمونا، للناس السلفيين يخمونا، الناس تمشي تقرأ كويس وتراجع المواضيع دي بعد ذاك تحكم. كويس، وانا شايف انه ده غلط منكم، يعني غلط كبير كونه تقوي للزول كلام ما قالوا، دي حاجة تحسب ليكم، دي نقطة زودة تحسب ليكم انتو، وشكرا لكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا داير الاخ يبقى قريب لانه عندي لك اسئلة كثيرة جدا، فانا دايرك تبقى قريب. طيب المسألة الاولى، نحن ما تكلمنا عن نزول القرآن او نزول الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا انه محمود محمد طه قال نزل عليه وحي، كلام ده ما قلته، والطلبة ديلها ديلها قاعدين، لكن قلت هو قال الرسالة الثانية من الإسلام هو رجولة وهو رسولة. طيب الكلام ده جابه من وين؟ طيب أنا الكلام ده جبته من وين؟ طيب هذا الكتاب بتاع محمود محمد طه، وده الرسالة الثانية للإسلام، عرفتها؟ في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام صفحة رقم 11 قام يتكلم محمود محمد طه قال من رسول الرسالة الثانية،
لو داير تعال اقرا، تعال قف جنبي عشان تقرا لو داير، يعني ما عندك مشكله. قال: من رسول الرساله الثانيه؟ قال دي هنا، من رسول الرساله الثانيه؟ واحد يجي يثبت المايك ده معلش. قال: هو رجل آتاه الله الفهم عنه من القرآن وأذن له في الكلام. ده صفحة كم؟ 11 صح؟ طيب دقيقة أصبر ما جايك أنا، صفحة 17. وأنا مرقمة ذاته، أنا المرقمة وأنا معلمة، أنت ليه حذفت كلامي؟ أنا معلمة لك بالأحمر عديل زيدي. طيب الصفحة رقم 17 هنا محمود محمد طه قال: إن محمدا رسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية، وهو قد فصل الرسالة الأولى تفصيلا وأجمل الرسالة الثانية إجمالا. وربنا عز وجل قال: لسه الكلام ما انتهى، ما انتهى الكلام. انت جاري مالك؟ ما تخاف، ما سي انا فتحت لك الكتاب وجبت لك، انت كتاب ما عندك، على كيفك. لو داير امشي امشي عليه راحتك. مزنك ده حار يا اخوان، مزنك ده حار. محمود محمد طه قام عرف لك رسول الرسالة الثانية، بعدين قام قال لك رسول الرسالة الثانية ده اللي بيشرح القرآن، هذا يا تدى. قام قال لك: ولا يقتضي تفصيلها. قال: لأن الرسول فصل الرسالة الأولى حقته الجبيع، والرسالة الثانية أجمل إجمال. يعني شنو؟ يعني ما فصلها. وربنا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الدين كله. يا أخي عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لو كان بيكتم كان كتم دي، عرفتها. وعائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم شيئا من الوحي شنو فقد كذب. فمحمود محمد طه كذاب، وإنت بتكذب بتدافع له بالكذب، عرفته. قال شنو؟ قال: ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا للقرآن، وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. يعني اللي بيفصل لنا الرسالة الثانية من يا أخوانا محمود محمد طه، ماذا كلامه؟ أنا أجيب لك كلامه، هو معلم لك بالأحمر، تزغ من الأحمر لأنه الأحمر خطر. طيب قال: ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا. بعدين يا أخواننا الفهم الجديد ده فيه اتهام للرسول إنه ما بيفهم الدين، ولا شنو؟ أنا بتحداك أنت ومحمود محمد طه، الدين داير فهم جديد؟ قل هو الله أحد، تعال جيب لي فهم جديد. مش قلت داير فهم جديد؟ قل هو الله أحد، جيب فهم جديد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، جيب فهم جديد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جيب فهم جديد. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، جيب فهم جديد. تحداك. فمحمود محمد طه هو براه وكشف روحه. قال: وكتابنا هذا، الكتاب جاء صدفه ولا شنو؟ تبقيتوا شيوعيين؟ الكتاب جاء صدفه؟ ها؟ ولا كتبوا محمود محمد طه؟ عشان كده بس جاري لي صفحه 17، الكتاب ده فيه صفحات كثيره. ونحن قريناه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما بنقطع كلام، نحن عارفين. وقال بعدين بيّن في كتب تانية الكتاب ده أهم كتاب للجمهوريين. نشوف في الصفحة رقم 3 هنا، قال ده أهم كتاب للجمهوريين. قال: مقدمة الطبعة الرابعة، هذه مقدمة الطبعة الرابعة من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، وهو كتاب قد صدرت طبعته الأولى في يناير عام 67 الموافق لشهر الله المكرم رمضان 1386 هجري، ولقد لاقى رواجا عظيما، ونجد ان رواجه يزداد كلما تقادم عليه العهد قدر ما يقدم. قال: ذلك ان الناس قد اخذوا يتفهمونه ويتقبلونه ويقبلون عليه، وهذا الكتاب هو بالنسبه للدعوه الجمهوريه الكتاب الام. فانت لو خليت الكتاب ده بتبقى عاقل يا والدين، فهمت الحاصل؟ ده الكتاب الام ذاته، عرفته؟ قال: وما أريد في هذه المقدمة إلى شيء من تفصيل تناول مواضيع الكتاب المختلفة، لأنه في قوانين التصنيف أنت في المقدمة بتبين شنو السبب وطريقة التأليف والكتاب بتاعك احتوى شنو. قال: أنا ما دار أبين ده محمود برا. قال: وإنما أريد به إلى تقرير
أريد بها إلى تقرير أمر يهمني تقريره بادئ ذي بدء، وذلك أن الإسلام رسالتان. ده منو قال الكلام ده؟ ده محمود. لو الكلام ما عجبك تعال قف جنبي هنا، انت قال أنا دار أرقص معاك، إحنا في حفلة، أنا دارك تشوف الكلام، شوف الإنصاف بتاعنا ده كيف. تجي تشوف كتاب شيخك ونجغم لك شيخك ذات، قال أنا لا جمهوري للجماعة ديل. ليه أنت جمهوري وبتدافع عنه؟ ليه جمهوري بالأفكار، وحتى لو ما كنت منتسب معهم في التنظيم دي أفكار الجمهورية. طيب قال وذلك أن الإسلام رسالتان، رسالة أولى قامت على فروع القرآن، ورسالة ثانية تقوم على أصوله. يا أخواننا لما أنا أجي أقسم الأصول والفروع وزول يمسك الفروع ويخلي الأصول، ده معناه شنو عندكم يا شباب؟ أنا دار الشباب يجاوبوا لي، ده معناه زول انصرافي صح ولا ما صح؟ إنت لو خيروك قالوا لك تمسك الأصلي ولا الفرع، بتمسك شنو؟ الأصل. محمود محمد طه قال الرسول مسك الفروع والأصول خلاها، يعني هو جاي يشرحها لأنه هو كتب الكتاب وهو قسم التقسيم ده، عرفته؟ قال رسالة أولى قامت على فروع القرآن، ورسالة ثانية تقوم على أصوله، ولقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى، ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل، وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها. رجلها منو يا ربي؟ ما تجي تقرأ رجلها منو؟ عشان كده محمود محمد طه في صفحة 17 الأبا يقرأ زاغ منه قال لي بس خلاص، لا ما خلاص تتم للنهاية، عرفتها؟ نحن بفضل الله ما بنرجع ورا، مش قدام طوالي طيب قال وقد فصل الرسالة الأولى تفصيلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمل الرسالة الثانية إجمالا، يعني ما بيّن للناس، ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جيدا للقرآن، وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. يعني الفصل تفصيل تمام الرسالة الثانية منه محمود محمد طه، لأنه الكتاب ده ألفه منه محمود محمد طه. عشان كده قال لك إن هذا الكتاب يهدي الطريق لكن لجهنم، صاحب يهدي الطريق لكن لجهنم، ولكنه لا يمكن من نفسه إلا الذين يقبلون عليه، قال بأذهان مفتوحة عند الله نلتمس التسديد ونجح المراد، إنه نعم المولى. ده نمرة واحد. فيبقى القال إنه رسول الرسالة الثانية بفهمه وبفصله، دمنه ده محمود محمد طه، ونحن ما كذبنا عليه، ما كذبنا عليه وما تكذب علينا، وانت ذاتك قاري لك كلام لا فاهم أول ولا آخر. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال بتقول كلام برا الكتب. أنا بتحداك أي كلمة قلتها أنا أتحداك تقول لي أنا جبتها برا الكتب، حداك فما تكلم سهل. قال رجعت لقيت كلامه ما عنده كفر. أيوة طيب تعال خش علينا، أنا أتحداك صفحة 91 92، شغل على الهواء الطلق لايف، فهمتها؟ 91 92. الخش هاسي ده وينه؟ تعال خش وينه؟ فات جرى خلاص خلوه. ده كفر ولا ما كفر؟ قال أنا ما لقيت في كتبه كفر. أنت إلا تكون قريت مجلة ميكي، لكن لو جريت كتب محمود محمد طه ما فيها كتاب إلا وفيه كفر. أمسك واحد. قال فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله، وده كذب طبعا. ربنا يا أخواننا لما أنت تطيع ويديك الأجر ما معاوضة، ما زي ما أنت بتدي الزول قروش وبديك سكر، لا. والآية في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بالباء هنا للسببية، يعني بسبب الأعمال، مش معاوضة. اديني عمل أدخلك الجنة، لأنه ما في أحد يوجب على الله شيء، ما في أحد يوجب على الله شيء، عرفتها؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال وده قال، وقال المقصود بالرسالة الثانية السنة. السنة دي ما لقتكم؟ الحديث ده ما لقاكم في السنة؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، شنو يا أخواننا؟ برحمته. فما تجي تكذب. قال ما لقيت كفر، أنت قريتها؟ لو قريتها تعال رأيك شنو في الموضع ده، لغة عربية معاك، أي حاجة معك. ده نمرة واحد والله. لكن يا أخواننا شوفوا الناس دي. طيب قال صلاة الأصالة، محمود كان بيصلي وأنا ما عندي شغلة بصلاته، صلاة الأصالة، مع أنه محمود كان بيصلي مع أني ما شغلة بصلاته، طيب ليه قلت كان بيصلي؟ بعدين نصدقك إنت ولا نصدق بيته؟ نصدق منه؟
الواد ده وقت قتلوا محمود، خليك وقت ولده كان حي الواد الخشاسي ده، انت كنت حي؟ بنته ذاتها، بنته قالت ابوي ما كان بيصلي. المذيع ربنا وفقه في السؤال ده، قال لها الصلاه ذات الركوع والسجود، ابوك ما كان بيصليها؟ قالت ما بصلي. عليك انا اشغل المقطع الثاني اسمع براك، نصدق البيت ولا نصدق الواد ده؟ كلام عجيب ذاته. طيب شغل. الأستاذة أسماء محمود محمد طه القيادية الجمهورية البارزة، هل فهم الأستاذ محمود محمد طه تحدث عن أن الصلاة ركعة عنه؟ الأستاذ محمود ما كان بيصلي الأوقات الخمسة بمعناها، لكن ده ما معناه أن الأستاذ محمود ما كان بيصلي. الصلاة للسجود والركوع، الصلاة المعروفة دي، هل كان بيصلي الأستاذ؟ الأستاذ ما كان بيصلي الصلاة ذات الركوع والسجود. تمام. تمام كلام واضح ولا ما واضح؟ قطعنا شنو هسي؟ مش ان احنا قطعنا ده جبناه، انت امشي جيب الكلام اللي ما مقطوع، صح ولا ما صح؟ انصاف ولا ما انصاف؟ يا اخواننا عليك الا شوف التنظيمات والاحزاب، نجيب لهم كلامهم حق شيخهم هم اللي ما قروا، الواحد ما فاضي من الخلط كده. انت اول حاجه جايه شويه وامشي اقرا لشيخك، شيخك ما تقرا له؟ ما عيب عليك الله؟ كويس؟ ونجيب لك الكلام بالصوره والصوت، ونجيب لك الكلام بالكتاب، وتجي تقول لي ما ياهو؟ تعال ورينا ياهو ياتو، وينه الكلام؟ وينه؟ عرفتها؟ طيب فما كان بيصلي كافر، تب كافر، كلامه ده مش ما عجبنا. اللي يمشي ده ذاته يمشي يفتح فوقي بلاغ يقول كفرته بالباطل، اللي يمشي يقول اديك كفر ثاني، وانا مصر على الكلمه دي، محمود محمد طه كافر، تب ما فيها شك. طيب قال ومقام الذات المحمدية هو مقام الإنسان الكامل، ويجب أن يكون معروفا، فإن أسماء الله الحسنى في حق الإنسان الكامل في المكان الأول. قال أسماء الله الحسنى حقت شنو؟ الإنسان الكامل، لغاية ما قال وأعظم صفات المطلق الإنسان الكامل، اسم الله الأعظم هو الإنسان الكامل. اسم الله الأعظم حق الإنسان الكامل. يا أخوانا الإنسان مهما بلغ في الكمال بحصل مرتبة الإله والمعبود، ده كفر ولا ما كفر؟ وربنا قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يا أخوانا شوف البلد دي بنزين ما يزيد كيف؟ في ناس بيعتقدوا العقائد دي، يا أخي ربنا قال قل هو الله أحد، يا جمهوري قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا سبحانه وتعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ربنا قال بعد الآيات الكثيرة دي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. دي عقائد كفرية مخالفة للقرآن ولما جاءت به الرسل. طيب وكلام كثير. قال محمود كان بيصلي، الله بعد شيء تقول لي صلى وحسن إسلامه وشهد بدرا. طيب قال كان قال عنده الرسالة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذاب بينا كذبه إنه الرسالة الثانية من الإسلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل ما هي سنة الرسول، لأنه قال الرسول جاب فروع القرآن، عرفتها؟ ما جاب أصول الإسلام وما قال له شبهة ثانية. وهو لو قاعد نحن عندنا له أسئلة رأي شنو في كلام محمود ده؟ ده حق ولا باطل؟ ولو قلت حق دليله شنو؟ ما بنخلي، فده منهج باطل بيوديك جهنم والله. زول يعتقد انه البني ادم بيبقى الله، المخلوق الضعيف يبقى زي رب العالمين. نتحداك ازرع علينا شجره انت وشيخك محمود شتله بس
يا اخي نتحداك انفخ لنا الكيزان دي، نتحداك كتر لنا العيش لو انت قلت زي الله، نتحداك نزل لنا مطر، نتحداك كويس مرق لنا بترول. ده كله كذب، كذب ودجل وكفر والحاد، وده الالحاد الان بقى ينتشر وسط الشباب. ولما الدعاة يجي يتكلموا كثير من الناس يجي يحاربهم. يا ناس خلونا نبين للمسلمين ديل، مهم الكلام يطول، فرصه مفتوحه للمداخلات.